نخش على منتخب اليد، نخش على نخش على اليد، وده كان خبر معانا انا كريم برضو النهارده، واتكلمنا على ان المنتخب فقد بعض العناصر الاساسيه فيه عن اخر طبع البطوله، ومنهم احمد الاحمر للحق يقال. ف بتشوف ده ازاي تاثيره على المنتخب؟ هل فعلا ممكن ان هو يؤثر بالسلب او بشكل كبير على ادائنا وعلى البطوله القادمه، ولا هيبقى في تدارك يعني العناصر اللي هي للاسف مش هتشارك او اعتزلت دوليا تحديدا؟ قبل اي حاجه، منتخب اليد ده منتخب مشرف جدا طبعا، مش بس في الكبار وفي الشباب وفي الناشئين. كره اليد في مصر هي لعبه مشرفه. انا من وجهه نظري هي اللعبه الجماعيه الافضل في مصر، من حيث الانجازات ومن حيث الارقام ومن حيث كل حاجه، والتاريخ كمان. فانا شايف ان هي اللعبه المشرفه. هنتكلم عن منتخب اليد بطوله العالم اللي جايه ان شاء الله، اللي هي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، اول ماتش لمنتخب مصر مع كرواتيا، بطوله العالم في بولندا والسويد. يمكن منتخب مصر فقد عناصر قويه، ابرزهم طبعا الاسطوره احمد الاحمر قائد المنتخب وهداف مصر التاريخي طبعاً، واللي حقق اكبر انجازات في كره اليد على المستوى الدولي والمحلي كلاعب لانديه او حتى كمنتخب مصر. طبعا ده اعتزال الدولي، طبعا ده قرار يعني شخصي وقرار يحترم، لان احمد الاحمر قدم الكثير لمصر وقدم الكثير كمان لناديه، فطبعا كانت يعني حاجه مؤثره جدا لمنتخب مصر قبل بطوله مهمه زي دي. لكن هو يعني احمد الاحمر اعتزل في وقت مهم جدا، اعتزل في وقت هو في اعلى ليفل ليه، واخد بطوله افريقيا منتخب مصر، متاهل لبطوله عالم، وحقق كل الانجازات الممكنه والغير ممكنه طبعا. فانا شايف ان هو كمان. طبعا اكيد احمد الاحمر اسطوره، يعني اسطوره رياضيه، فهو طبعا المنتخب اكيد هيتاثر بمكانه. وعندك اصابات، عندك يحيى برضو مش موجود، والطيار مش موجود، فبرضو في بعض العناصر المهمه. انا مش عارفه هيكونوا الاصابه خفت ولا لا، بس يعني برضو دول مصابين. لو هنتكلم على القايمه، القايمه شهدت غياب احمد الاحمر بسبب الاعتزال، شهدت غياب يحيى خالد اللي هو نجم فيزبر من نجري، اللي هو من افضل لعيبه مصر في اوروبا، والمرشح لافضل يعني اكتر من جايزه في المستوى الدولي. للاسف قطع في الرباط الصليبي، وهو واحمد الاحمر في نفس المكان. طب ومحمد الطيار وضعه ايه؟ لا، محمد عصام الطيار هو استبعاد فني. استبعاد فني لان الباروندو المدير الفني لمنتخب مصر خد محمد علي اللي هو بيلعب في الدوري الاسباني دلوقتي، وخد عبد الرحمن حمايد حارس النادي الاهلي، خد كريم هنداوي حارس منتخب مصر. طب احنا لما نتكلم عن عدم وجود الطيار لاسباب مثلا متعلقه بالاصابه بيبقى كلام منطقي، لكن يتم استبعاده يعني لاعتبارات فنيه، مش محتاجه شويه تفسير دي؟ بص، انا لو هتكلم مع حضرتك في الموضوع ده، هو كابتن حماده النقيب هو دلوقتي المدير الحارس مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر كره اليد. فاكيد لما بيكون اختيار فني من كابتن حماده النقيب اللي هو احد اساطير كره اليد وحراسه المرمى كره اليد، فانا ما اعتقدش ان انا يكون ليا تعليق. لكن الفتره اللي فاتت انا شايف ان عبد الرحمن حمايد حارس النادي الاهلي لازم يكون موجود، لانه مقدم مستوى كبير جدا مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي. محمد علي محقق مستوى كبير جدا مع منتخب مصر في افريقيا الاخيره، وكان موجود بشكل اساسي، وكمان في فريقه الفرنسي اللي كان موجود فيه قبل ما انتقل للدوري الاسباني الموسم ده. كريم هنداوي هو حارس دولي وخبره وحقق كتير جدا مع منتخب مصر الفتره اللي فاتت، فبرضه تواجده لازم يكون موجود. محمد عصام الطيار بيلعب مع لايبزيج الالماني، محترف في الدوري الالماني ومن اقوى الدوريات، وهو حارس كبير وحقق للنادي الاهلي وحقق لمنتخب مصر مستوى كبير قد كده، وحقق انجازات طبعا. يمكن الفتره اللي فاتت دي هو باروندو او كابتن حماده النقيب ما شافوش ان هو بيشارك بصفه اساسيه، ما بيشاركش بنفس المعدل اللي بيشارك فيه اللعيبه الثانيه سواء مع المنتخب او مع انديته. بتتكلم على مع فريقه ولا بتتكلم على المنتخب؟ لا، الاثنين. مع لايبزيج الالماني ومع منتخب مصر. فهو شايف ان الحراس اللي فادوه الفتره اللي فاتت ولعبوا بشكل ورجليهم في الملعب هم دول اللي اقدر اخدهم. فانا شايف ان الاستبعاد ما فيهوش اي مشكله، هو استبعاد فني، مش تقليلا من عصام الطيار، على قد ما الناس الثانيه اجهز. ده وجهه نظري، وده اللي انا شايفه، واعتقد هو ده اللي ممكن يكون صح. فهو الموضوع عادي جدا، لكن الاختيارات في القايمه انا مش شايف اي مشكله بصراحه في الاختيارات، لان للاسف الاصابه او الاعتزال الدولي هياثروا جدا على المنتخب طبعا. احمد الاحمر ويحيى خالد من اقوى اللعيبه في منتخب مصر طبعا، كل منتخب مصر رجاله كلهم لعيبه على اعلى مستوى، لكن المركز ده يمكن هيبقى فيه مهاب سعيد طبعا، ومحسن رمضان نجوم النادي الاهلي الشباب طبعا، هم لعيبه كبيره جدا ولعيبه المستقبل قدامهم، لكن طبعا اكيد هم مش بنفس المستوى بتاع احمد الاحمر او يحيى خالد. ويحيى خالد بالذات، لان يحيى خالد الفتره اللي فاتت مع فيزبريم المجري او مع منتخب مصر هو افضل لاعب كمان في افريقيا اللي فاتت، بطوله افريقيا هو واخد افضل لاعب وافضل يعني واخد جايزتين فردتين في البطوله. فيحيى خالد بيلعب في مستوى عالي كبير جدا دوري ابطال اوروبا، فكان غيابه عن البطوله هو هيبقى مؤثر جدا لمنتخب مصر في الحته دي. لكن باروندو والجهاز الفني واللعيبه كلها على اعلى مستوى، مصر حققت حاجات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، يمكن البطوله الاخيره في مصر حققنا مركز سابع، واخدين افريقيا ومتاهلين لبطوله العالم. مصر طبعا هتلعب في المجموعه السابعه
اللي هيكون فيها طبعا منتخب المغرب وكرواتيا وامريكا، مجموعه مش صعبه منتخب مصر، والبدايه دايما مهمه، البدايه دايما مهمه اللي هي ان شاء الله يوم الجمعه قدام كرواتيا. مصر المفروض توصل لابعد حته في البطوله دي بالنظر للمجموعه اللي معاها الوقت، لكن لازم تكسب اول ثلاث ماتشات دول طبعا، توصل للدور الرئيسي بالنقط بتاعتك، بعد ما توصل للدور الرئيسي تفكر بقى بثلاث ماتشات تانيين اللي يوصلوك لقبل النهائي.